اقترحت على والدي والوالدة انه احنا نطلع على بيتنا التاني البعيد عن القرايبين وبعيد عن اصدقائي وزمايلي، عشان اعيش بوحدة، اعيش منعزلة. اليأس اللي انا كنت فيه والكآبة ما تضلهاش تطردني، والافكار اللي كنت فيها اتغلب عليها بوحدتي. فوزني ما كانش يساعدني ان انا اقعد في اجتماعات صبايا او ان انا اكون بين اهلي في المناسبات، انه انت ناصحه او انه انت وزنك مش حلو. يعني هي اكتر حاجه كنت اعاني منها، الخجل والاحراج، حرمني من الحياه كاي صبيه يعني بحق انها تعيش الحياه. كنت دائما افكر سن كبير اعيش دور السن الكبير بسبب وزني. بنتقدوني يعني، كانوا يقولوا لي يا خالته، اقول خلص انا زي خالتكم، انا عمري مثلا 32 34، اخبي سن الحقيقي قدام الصبايا عشان ما احسش حالي ان انا فيا اشي غلط في وزن هذا مش طبيعي. لما كنت اطلع الدرج كنت احس فيه لهتة، احيانا اضطر ما انزلش، اخلي حد يجيب لي الشغله اللي بدي اياها ولا اني انزل الدرج. كنت احكي الهم الدرج كثير لانه كنت اتعب منه كثير. لما كنت افوت السوق اشوف الملكان على باب المحل، كنت اول كلمه اقولها يعني ان انا بتمنى اكون زي جسم هذا الملكان، يكون كسمي زي كده. كنت افوت عن باب المحلات واخبي وجهي عشان ما اضطرش اشوف الملابس اللي انا نفسي فيها البسها. وبعد ما وصلت يعني فضل الله فضل الدكتور يعني محمود إن للوزن هذا، صرت أفوت يعني من جنب المحلات وأنا بكل ثقة أطلع على الملابس وبدي ألبس كل الملابس اللي نفسي فيها، بالذات اللي على الملكان، لأنه عادة بتكون اللي على الملكان مقاس صغير وهو طبيعة الحال الوزن اللي بتمنوه يعني كل الصبايا. وفعلا هلقيت يعني بكل ثقة بفوت المحل وأنا نفسي أخذ كل الملابس اللي جواه وأنا مبسوطة بنفسي. الآن في الفترة هاي اللي أنا فيها زادت ثقتي بنفسي، زادت فرحتي إنه أنا حصلت على الوزن هذا، وصلت بالوزن المثالي اللي أنا نفسي فيه بجد. أكثر حاجة في الحياة تغيرت عندي إنه هدفي اللي كان نفسي فيه حققته.